معانا على الهاتف أستاذة أمل عبد المنعم، مديرة غرفة العمليات في المجلس القومي للمرأة. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا وسهلا. عرفينا واطلعينا والسادة المشاهدين على آخر الأخبار اللي حضراتكم رصدتوها في المجلس القومي للمرأة من خلال غرفة العمليات الخاصة بيكم على مدار امبارح والنهاردة. احنا عاملين غرفة العمليات الخط الساخن بتاعنا 15115، بنتلقى عليه استفسارات وشكاوي المواطنين عشان يقولوا لنا لو عندهم مشكلة في ان هم مش لاقيين لجنتهم، مش عارفين يروحوا اللجنة بتاعتهم، او عندهم اي معوقات تانية بتقابلهم. وحلينا اكتر من مشكلة امبارح، انه سيدة مثلا كفيفة كانتش عارفة تروح اللجنة بتاعتها عشان اللجنة بعيدة، فبعتنا لها عربية من خلال التعاون مع غرفة عمليات محافظة اسكندرية ومن خلال مقررات الفرع هناك في المجلس. وكان في اقبال، طبعا احنا شايفين كلنا الاقبال التاريخي للسيدات، فعشان كده احنا بنحاول يعني نذلل العقبات باكتر وسائل ممكنه للسيدات ان هم يقدروا يدلوا بصوتهم وياخدوا جزء من الحركه السياسيه في مصر. يعني عايزة أعرف من حضرتك لو عندك أرقام ولو مبدئية طبعا عن نسبة المشاركة للمرأة، كمان الفئات العمرية الخاصة بالمرأة، مين اللي كان بيشارك أكتر، لو تقدري تفيدينا ببعض الأرقام. الأرقام طبعا هتبقى من اللجنة العليا للانتخابات. أنا بتكلم اللي أنتوا رصدتوها تقريبا، عارفة طبعا، أنا بتكلم من خلال الرصد بتاع غرفة العمليات الخاصة بالمجلس القومي للمرأة. لا يعني ما عندناش ما اقدرش اقول ارقام غير اللجنه هتقولها، لكن اللي اقدر اقوله حضرتك انه كان في جميع الاعمار موجوده، جميع الاعمار ممثله، السيدات الكبار السن وسيدات والشابات، وكل الاعمار كانت ممثله. يعني كل الاعمار متواجده وبتحب انها تشارك، وخصوصا من المراه. انا بشكر. احنا عندنا 4000 متابع على الارض، بيدلل العقبات وبيساعد السيدات وبيرصد اي مخالفات ممكن تكون موجوده. استاذ امل، انا بوجه لكم تحديدا المجلس القومي للمراه شكر خاص، لانه بصراحه انتم عاملين مجهود حلو جدا وباين على ارض الواقع، شايفين انه انتم وصلتوا للاماكن النائيه في القرى من خلال ثقافه او مبادره طرق الابواب. يعني انتم شايفين انه المجهودات اللي اتعملت قبل عمليه الاستفتاء بتؤتي بثمارها حاليا. استاذه امل لسه معانا؟ مع حضرتك يا فندم. الو، كنت سامعاني ولا قاعد؟ سامع حضرتك. المبادرات دي اثرت ازاي على تشكيل وعي المراه في خصوصا في الارياف؟ المجلس القومي للمراه ليه تواجد على الارض من يعني بقى لنا 4 سنين بنشتغل على الارض، ولينا يعني بنوصل الخدمه والمعلومه لكل السيدات وبنرفع وعيهم. وصلنا ل7 مليون سيدة خلال طرق أبواب، خلال حملات صوتك لمصر بكرة، بننزل قرى ونجوع مصر والمراكز، وبنعمل ندوات وتوعية ونعرف السيدات حقوقهم وواجباتهم وإزاي إن هم يقدروا يشتغلوا وينتجوا ويبقوا جزء لا يتجزأ من قاطرة التنمية في البلد. يعني صحيح. احنا بنشكرك أستاذة أمل عبد المنعم، مديرة غرفة العمليات في المجلس القومي للمرأة، شكرا على وجودك معنا في هذه التغطية. حلو لما تلاقي أجهزة الدولة بالتعاون مع الأحزاب بيشاركوا في أنهم يشكلوا وعي المواطنين، وهي دي التجربة الناجحة لكل المجتمعات اللي عايزة تتطور وتبني وتطلع لقدام.